يا اهل الحلال الموعد المرتقب حان، كل يجيب من الزيان الفرايد. هذه السنه غير وتهيوا من الان، ومع كل عام استبشروا بالجدايد. مزاينا الظفره بدا من سوء حال، رزين ثم مدينه الشيخ زايد. مسك الختام الظفره البعض الالوان، في كل حول يعود والخير عايد. ومع كل داره تستوي شانها شان، في هالمكارم دائما في تزايد. فوق المئات مليون والصدق برهان، جوايز للمهرجان وهوايد، جوايز للمهرجان وهوايد. والفضل لله ذم صمم الامان، سور البلاد ودرعها نجل زايد. هذا ولد زايد سنايلك حيلان، معرب المنسب صدوق الوعايد. مكل عام فعل الجمايل والاحسان، وبالطيب في عطاعن الناس نايد. جوده على شعبك ما الغيث والدان، وفعايله للمجد صارت قلايد. من البحر الاحمر الى ساحل عمان، تعيش من خيره جميع البدايد، تعيش من خيره جميع البدايد. حر الرقال المجد في راس ما بان، في الارض ما شيء عليه تعايد. كف بفعل الخير والجود هدان، كف للاطم المعتدي له عوايد. حال الصديق الذ من غر الامزان، وشب في صدر المعادي وقايد. اسمه فخار دوله وللعدل ميزان، وله بموضوع العروبه محايد، وله بموضوع العروبه محايد. رجل السياسه الاول بكل ميدان، رجل السلام مهون كل كايد. وعايده ليا من ثور الجو دخان، للملتجي منصب وللجيش قايد، للملتجي منصب وللجيش قايد. لاجل الامان للدار والشعب سهران، لا طاب نوم موالفين الوسايد. في دارنا اللي ساعه العسر مزبان، تنعم برغد العيش ولم نسايد. كانت ولا زالت وهي درة اوطان، بجهود ابو خالد وسيع البنايد. انصوغ في مدح جزيلة الالحان، لو كان ما يوفي مديح قصايد. واختم صلوا على ناس عدنان، اعداد ما تطبع حروف الجرايد، اعداد ما تطبع حروف الجرايد، اعداد ما تطبع حروف الجرايد. كنا موسى محمد الله يحييكم. لا شبك الفرع البكرة ها يا اهل النوادر وقفت كل السبل للاعتذار، من يختلف عن موعده لا بد وعلومها تبين. توه بدا الموسم وشبت من سويحانه الشرار، الله يعين اللي يسرح للشوطه، الله يعين. يات البكار الفارقات بزينها من كل دار، كل تقول الزود عندي ذي يسار
يمين أرقابهن ما هم بعوج سناد وطوال وكبار كانهن تدور ننسم على ضفافها الفرقدين سودن غرابيات يسدلونهن ويها النهار ومهينات ووضح وصايل تسر الناظرين ثلاث من منجم ذهب واغلى من أصناف العيار بنات الفحل اللي خواتها وقعهن معروفة وين رعيهن للشوط يقدم ما توانا واستشار يقدم على الناموس مرهي يدحم بينبنا متين وهل الشرايا حضروا من كل من قيها بكار لو يدبلون قيامها في السوق مرتين فرديتنا والضغط عالي ولعت في الخصم نار تنحد للشبك الشمالي والملا متفرجين ميدانها الظفرة بحلتها اليديدة والشعار أربع مزاين عالمية والعرب متنومسين بتوجيه بو خالد زعيم الدار وطويلة الشبار ودائم عطايا سيدي كاوبل من منشأ رزين وشكرا يا لجنة بو ظبي على الجهود وباختصار يا حافظين تراثنا وفي كل حية مصبح بن علي المعمري ونعم وهذه حميد بن عبد الله القريني ورحب باقي صباحك الله بالخير صباح نور والسرور الله يحفظك محمد البادي مضمر مياسة نعم والبكرة من هي تبعه لمصبح بن علي المعمري ونعم وين مصبح بعمان نعم انت تنوب عنه نعم على عاطنا علومكم يا اهل المهرجان ومشاركه علوم كلها غانمه طول عمرك ونشكر الشيوخ طول الله تعمور اعمارهم على هاي الدعم يبل انزين ويجزاهم الله خير من اللي مشارك معك من عمان والله وايدين من عمان واجد نعم بعت وشريت وجعنا بعنا وشرينا وتنوماسنا والحمد لله رب العالمين يلا جعل هنا ومس دعم يا رب العالمين امين يا رب والبكره وش تقول مياسه اسمها مياسه نعم لها انجازات الأول العام في سويحان والأول في الظفرة والسنة الأول في سويحان في شوط الشرايا الرمز الأول ما شاء الله تبارك على هسوم نعم واصلة 1,200,000 استاهل والله استاهل خير الله يجعل لنا مسفاكم يا رب أمين يا رب أمين شكرا لك الله خير شكرا لك الشركة رقم واحد.
الاعلاميه عائشه القايدي، مرحبا وسهلا. مرحبا بك اختي عائشه. انا يعني اول مره نشوفك معنا في مهرجانات الليفل خاصه، فودي تعطيني التجربه اللي عشتيها في سويحان اللي اول مره ثم الان في رزين. وش التجربه اللي عشتيها وكيف التجربه؟ بصراحه اول شيء بديت في سويحان والحمد لله رب العالمين، لقيت اقبال من الناس شوي يعني وشوي ها عزوف ان مرأة داخله ميدان الهجن وتغطي وتسوي مقابلات، فشوي كنت يعني متردده وفي ناس تحفزني بصراحه. من اللي يحفزونك؟ في ناس مجموعات يعني في تحفيز من عندهم صراحة، وزاد زيادة يعني عقب ما سمعت، عقب ما خلص مهرجان سويحان فقلت لا مشارك في رزين ويت الحمد لله. فهذا اليوم اليوم الثالث عندي، اليوم موجودين ثالث يوم اليوم في رزين، فالحمد لله اقبال جميل والناس تعودت علي. بالعكس الحين قاموا يطرشوا لي مسجات، عايشة تعالي نحن حلالنا بيدخل ونباش تكوني موجودة تصورينا حلالنا قبل ما يدخل، فأفرح بصراحة بهذا الشيء. يعني استفدت من هالتجربة الحمد لله. حتى النسوان أمس في عزبة من العزاب هني فمتجمعين ما شاء الله، بعد يقولوا نحن تابعش من بديتي من دخلتي من سويحان ونحن فرحانين إن حرمة داخل الميدان. هذا دافع معنوي الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بنكمل. هل استفدت يعني ماديا؟ لا والله، أنا لأني هذا الشيء من داخلي أنا جاية بروحي بدون استدعاء أي لجنة أو غيره، فسمعت أن المهرجان موجود فقلت أي وغطي مثل ما غطيت في سويحان. ما شاء الله مبسوطة الحمد لله، معنويا مبسوطة، الواحد يتعلم. فيمكن أنا ما أعرف وايد للإبل ونوعياتها والمزاينة وشروط المزاينة، فما كنت أجهلها يعني، فتعلمت شوي شوي والحمد لله، ونتعلم منكم بعد. عرفتي مواصفات الناقة والمطية؟ لازم يكون اذنيها صغيرة وسنامها وطول العرض عندها. هذه الهجن حتى المزاينة يعني الهجن يعني. أيوة. فنوعياتها يعني ما أعرف وايد، وأنا دائما أقول اللي هي قليصة اللي وياها أنا فكرتها أمها قالوا لها قليصة تربى وياها ولازم تكون وياها، يعني عرفنا أشياء يعني والحمد لله نتعلم. ما شاء الله تبارك الله. يعني عندك إن شاء الله طموح إنك تواصلين لمدينة زايد والظفرة؟ إن شاء الله إن شاء الله نتأمل. طيب الصياهد، إحنا نبغاك تجينا في الصياهد. يلا عليكم، خبروني الوقت والتايم مرة أنا حاضرة. بالعكس لأن الشرف مزاينة جلسة الملك عبد العزيز ومزاينة الخليج كلها للناس كلهم الحمد لله رب العالمين. يلا آمين. طيب إن شاء الله. وش تحبين تقولي للإعلاميات النساء زميلاتك؟ الميدان للجميع والهجن ما شاء الله شيء من التراث والماضي، فليش ما نكون في الميدان؟ ما عيب الحرمة تقول تكون هني. نعم. فهي أخت الرجال ما شاء الله وما في تخوف، وكنا اخوان وربع هني فما في اي شيء يعني. طيب اختي عائشة، جاء عندك يعني دافع انك تشتري لك فرديه او مطيه وتشاركي؟ والله يوم يكون الميزانيه موجوده ليش لا، ففي خير حلا في خير. نعم. وناموس الحمد لله حتى لو ما خضيت وجودنا في ميدان. نعم. ودخولك مهرجان معين واسمك يدخل حتى لو ما فزت، هذا فوز لك انك انت دخلت المهرجان هذا وسجلت مطيتك موجوده في الميدان، فشرف لينا بس ان نكون موجودين في المكان. نقول لك شكرا اختي عائشه وبيض الله وجهك. الله يسلمك. سعاده بشوفك معنا. وانا سعيده اني انا تعرفت على مجموعه من الاعلاميين اخواني اللي كانوا هني وينصحوني، فشكرا لكم. شكرا لك. الله يسلمك ربي. مرحبا يا عمي. يا هلا ومرحبا. عطنا الاسم الله يحفظك. راشد غالب راشد المنصور. ونعم يا راشد. نعم. مشارك اليوم. نعم. كيف شفت المهرجان وكيف شفت؟ الحمد لله. يا رب يطول اعمار شيوخنا ما قصروا. امين. كل شيء متوفر. كل شيء متوفر. الحمد لله ونشكره. ويا رب يسلم محمد بن زايد واخوان. امين يا رب العالمين. طيب انتم يا اهل الهجن كنتوا تحلمون ان الشيء هذا بيجي؟ هذا عليه من استوينا نحن. أيه. يوم نحن يهال. أيه. نحن نركض. تاخذون جوائز. هي ناخذ جوائز. من عصر زايد الله يوم زايد. الله يرحمه. هي نعم. والحين جاء الخير. والحين ضوى الخير. ما شاء الله تبارك. الحمد لله. وش مشاركتك اليوم يا ابو؟
والله مشارك عندي أربع لقايا. أربع لقايا. هي. دخلت. واحدة أظهروها. هي. واحدة داخل واثنتين بعد. بعد مقبلة. هي. أتمناك التوفيق والفوز إن شاء الله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا رب العالمين. شكرا لك الله. يعدك الله في كل جنة. أطول عمرك في حي. يرزقك الله رحمته. آمين وياك. ستر الدنيا والآخرة. يا رب لك الحمد شكرا. شكرا لك الله. شراية واحد قدم شراية واحد. وانت يا رايح بيضة ومو مقصرة تنغلين الحدث على أكبر وقت.